طيب انا لما برمي كوين، كوين يعني ايه؟ كوين از توست، توست يعني رميناها وانس، بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي السامبل سبيس، يعني الحاجات اللي ممكن تطلع، بيطلع يا اما هيد يا اما تيل، يا هيد يا تيل. طيب لو انا هجيب البروبابيلتي بتاعت الهيد، انا عندي هيد واحد يبقى 1 اوفر 2. طب لو هجيب بروبابيلتي بتاعت التيل بتبقى برضه 1 اوفر 2، عشان هي تيل واحده فبتبقى 1 اوفر 2. لو انا رميت الكوين توايس، لو انا رميت الكوين توايس، ففي الرميه الاولى ممكن يطلع لي هيد او تيل. طيب دي الرميه الاولى. طب الرميه الثانيه الهيد ممكن يطلع وراها هيد او تيل، والتيل ده ممكن يطلع وراها هيد او تيل، يعني دي الرميه الاولى دي الرميه الثانيه. فقال لك في الحاله دي لما نيجي نجيب السامبل سبيس بنقول ازاي؟ بناخد الهيد اهي مره مع هيد، يعني ممكن في الرميه الاولى يطلع هيد وفي الثانيه يطلع هيد، او بناخد الهيد مع تيل، يعني الرميه الاولى يطلع هيد والرميه الثانيه يطلع تيل. طيب ونرجع ناخد التيل ده، التيل ناخده مره مع هيد ومره مع تيل، يعني ممكن يطلع في الرميه الاولى تيل في الرميه الثانيه هيد، ممكن يطلع في الرميه الاولى تيل في الرميه الثانيه تيل. ده كده بيبقى السامبل سبيس لما انا ارمي الكوين توايس. لما برمي الكوين 3 تايمز، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع لي ممكن في الرميه الاولى يا اما هيد يا اما تيل. طب الرميه الثانيه الهيد دي ممكن يطلع وراها هيد او تيل، ودي ممكن يطلع وراها هيد او تيل. طيب في الرميه الثالثه الهيد دي ممكن يطلع وراها هيد او تيل، والتيل دي ممكن يطلع وراها هيد او تيل، والهيد دي ممكن يطلع وراها هيد او تيل، والتيل ده ممكن يطلع وراها هيد او تيل. فقال لك طب ما كده يبقى دي كده الفيرست توس، الفيرست توس، ودي السكند توس في الرمه الثانيه، ودي الثيرد توس. قال لك ففي الحاله دي سامبل سبيس، يعني الحاجات اللي ممكن تطلع ايه؟ ممكن اخد الهيد مع هيد مع هيد، هيد وهيد وهيد، وممكن اخد الهيد والهيد سمعتين وهكذا. بقى ممكن اخد، ارجع خلصت الهيد اخد ايه؟ هيد وتيل وهيد. ارجع اخد هيد وتيل وتيل، هيد وتيل وتيل. طيب ممكن برضو خلصنا الهيد اهي مع التيل وايه؟ طيب ناخد بقى التيل، التيل ممكن اخده مع هيد وهيد اهو، تيل وهيد وهيد. ممكن اخد التيل مع هيد وتيل، تيل مع هيد وتيل. طيب ناخد بقى تيل وتيل، تيل وتيل مع هيد اهو، تيل وتيل مع هيد. وممكن اخد تيل وتيل مع تيل اخر حاجه، يعني بيطلعوا 8 تريبلز او 8 ايه؟ التريبل اللي هو بيبقى فيه ثلاث حاجات كده، دي الرميه الاولى، دي الرميه الثانيه، دي الرميه الثالثه. الضاي شكله عامل ازاي؟ الضاي از توست وانس، الضاي اصلا شكله عامل كده، كده كده، اللي هو احنا بنلعب بيه طاوله او السلم والتعبان او الحاجات دي، يعني سهل يعني حاجه اهو عامل كده كده، وده بيبقى كيوب عليه كيوب كده، الفيس ده عليه 1، الفيس ده عليه 2، الفيس ده عليه 3، الفيس اللي في الارضيه ده عليه 4 مثلا، الفيس اللي ورا عليه 5 كده، الفيس اللي في الجنب ده عليه 6 اهو كده. فبتلاقيه يعني ايه؟ الضاي واخد المنظر ده، تمام؟ طيب الضاي لما اجي ارميه بيطلع لي في السامبل سبيس ايه؟ بيطلع لي يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6، لان انا لما برمي يا اما بيطلع لك 1 يا اما بيطلع لك 2 يا اما بيطلع لك 3 يا اما بيطلع لك ايه؟ 4 يا 5 يا 6. طب الضاي ساعات يسالني في ايه؟ يسالني في الايفن نمبرز بتاعتي، يعني الايفن، الايفن نمبرز هيبقى 2 4 و6 من الارقام دي يعني. ساعات يسالني في الاود، الاود اللي هو ايه؟ الاود اللي هم 1 و 3 و 5.
ساعات يسألني في البرايم. البرايم اللي هو بينفع ديفايد نفسه لوان بس، يعني مين؟ ال2 وال3 وال5. فساعات يقول لي مثلا ايه، هات لي البروبابيليتي بتاع ايفن نمبر. ايفن اهو، من عدد عندي كام واحد ايفن؟ 1 2 3 اهو. طب الضي كله كام؟ 6. يبقى 3 اوفر 6 وطلع لي الاجابه اه 3 اوفر 6، لو جبتها بالكالكوليتر هيطلع اه. وهكذا، ده لو سالني في الايه، في البروبابيليتي بتاعتي. الضي لما برميه بقى كويس بضطر اعمل جدول. بضطر اعمل جدول ليه؟ الجدول ده هعمل فيه هنا الفيرست تاسك الرميه الاولى، وهنا السكند تاسك. طيب في الفيرست تاسك ممكن يبقى 1 2 3 4 5 6، في السكند تاسك ممكن برضه يبقى 1 2 3 4 5 6. فبنبتدي ناخد ايه بقى؟ ان انا مثلا خلي دي ايه؟ خلي دي الفيرست، مش هتفرق قوي يعني، بس خلي دي الفيرست ودي السكند. هقول دي دلوقتي اهو، ان انا مثلا رميت في الرميه الاولى طلع 1، طب الرميه الثانيه طلعت 1، يبقى 1 اند 1. طب رميته في الرميه الاولى طلع 1، في الرميه الثانيه طلع 2، يبقى 1 اند 2. رميته في الرميه الاولى طلع 1، في الرميه الثانيه طلع 3، يبقى 1 اند 3، وهكذا. طيب وهنكمل بقى 1 اند 4، 1 اند 5، 1 اند 6. طيب لو جينا على الرميه، رميته هنا في الرميه الاولى قام طلع لي عليه 2، قمت شايله ورميه قام مطلع لي 1. ممكن ارميه في الرميه الاولى ومطلع 2، اشيله وارميه ومطلع 2. الرميه الاولى طلعت 2، اشيله وارميه ومطلع 3، وهكذا 2 4 2 5 2 6. فهيبقى بقى ماشي كده في فين؟ هنا ال 3 هتبقى 3 و 1، ال 3 هتتاخد مع 2، 3 مع 3، 3 مع 4، 3 مع 5، 3 مع 6. وهنكمل بقى على هذا الاساس. وهنكمل نكمل التيبل، فيطلع في المنظر النهائي لحد كده، لحد 6 و 6. ده يبقى كان ده الايه؟ السامبل سبيس بتاعه. الفور خدناه مع كل الارقام، الفايف خدناه مع كل الارقام، 6 خدناه مع كل الايه؟ الارقام. لو جه سالني مثلا قال لي هات لي فاكتورز اوف 24، فاكتورز اوف 24 تشوف ال 24 عباره عن كام تايمز كام؟ ال 24 دي عباره عن 1 تايمز 24، وعباره عن 2 تايمز 12، وعباره عن 3. تاخدهم واحده واحده، نشوف ال 1 تايمز كام؟ 2 تايمز كام؟ 3 تايمز كام؟ 3 تايمز 8، وعباره عن 4 تايمز 6. ملهاش حاجه تاني بقى، ملهاش 5 تايمز حاجه. ولو جيت تقول 6 تايمز 4 هتلاقيك كررت، 6 تايمز 4 هتلاقينا كررنا. فعشان كده هنقول اخرنا ايه؟ مش هنقول 6 تايمز 4 دي، يبقى اخرنا 4 تايمز 6. فعشان كده إيه، لو سالني ايه هم الفاكتورز بتوع 24، لو جابها لي في سامبل سبيس هقول له مين هم، هاخد كل الارقام دي ال 1 24 وال 2 وال 12. في ناس بيرتبهم يقول لك 1 2 3 4، مش مشكله الترتيب، ال 3 ال 8 ال 4 ال 6، ده لو عايز الفاكتورز. طب لو عايز البرايم فاكتورز ال 24 لازم اعمل انا الحركه دي. او في ناس بتعمل موضوع التري. موضوع التري ازاي؟ يعني يوم قايل لك ادي ال 24، ال 24 دي عباره عن كام؟ عباره مثلا عن 4 تايم 6، يرجع يحول ال 4 دي ل 2 تايمز 2، ويرجع يحول ال 6 دي ل 2 تايم 3، عشان لازم يخلي التري بتاعته الابلز بتاعتها او الاورنج بتاعها يكون ايه؟ يكون برايم نمبرز اللي هم دول. فانا لما عملت 4 تايم 6 ال 4 مش برايم وال 6 مش برايم، فاضطريت احول ال 4 ل 2 تايمز 2 وال 6 ل 2 تايم 3. ففي الحاله دي لو هو عايز البرايم فاكتورز ال 24 ما بنكررش، يعني مش نقول 2 و 2 و 3، لا، البرايم فاكتورز بتاع 24 اقول له 2 اند 3. السامبل سبيس بتاعنا يبقى 2 اند 3، ده لو طلب البرايم فاكتورز، لان ما بكررش، ما ينفعش اقول 2 ثلاث مرات وكده. طيب